مساء الخير واهلا بحضراتكم من جديد. احنا موجودين دلوقتي خارج الاستوديو زي ما انتم اكيد شايفين، وموجودين تحديدا في دار المحفوظات. الدار دي هي اقدم دار عربيا وافريقيا موجوده لحفظ الوثائق المهمه، الوثائق الرسميه، الاصدارات الحكوميه، الخرائط اللي بتخص مصر منذ عام 1805 منذ بدايه حكم محمد علي. احنا موجودين النهارده، هيبقى عندنا جوله داخل الدار، وفي الاول الحقيقه هنتكلم عن اهميه الدار، عن الوثائق اللي موجوده وبتحفظ فيها، وهناخد بعد كده جوله كمان لانه الحقيقه احنا مهم قوي ان احنا نتكلم عن استراتيجيه الدوله للتحول الرقمي او للتحول لمصر الرقميه. في الفترة اللي جاية هيكون في ميكنة للوثائق المهمة اللي موجودة داخل هذا الدار، وبالتالي هنتكلم في هذا الموضوع، وهيبقى لنا جولة زي ما قلت لكم. لكن الأول هيبقى عندنا لقاء مع ضيفي دكتور شريف حازم، وهو مستشار وزير المالية. اهلا بحضرتك في المواجهه، وبشكرك على استضافتنا الحقيقه في هذه الدار. وانا داخله الحقيقه انبهرت بكم العراقه اللي موجوده فيها، والعماره الحقيقه العريقه، يعني شيء مبهر الحقيقه. حقيقي ده جزء مهم جدا من تاريخ مصر الحديثة اللي هي ابتدت سنة 1805 زي ما حضرتك قلتي منذ عهد محمد علي باشا. هو أنشأ الدار دي سنة 1829، وكانت واحدة من أول ثلاث دور محفوظات في العالم، مع دار المحفوظات البريطانية ودار المحفوظات الفرنسية. وكان فيها أهمية قصوى أن نحتفظ إزاي بالوثائق بتاعتنا، الخرائط التاريخية، المواليد والوفيات، التعليم، وثائق التعليم، المعاشات والتأمينات، وفي جزء مهم جدا بيخص الملكيات العقارية والملكيات الزراعية من العهد ده لغاية الآن. فحاليا مثلا أي حد من الأفراد أو من المواطنين عاوز يطلع شهادة ميلاد قديمة ليه أو لحد من عيلته لغاية سنة 1960 بيتوجه لدار المحفوظات يقدر يطلعها. يقدر يجي هنا يشوف الملكيات الزراعية والعقارية بتاعته والتسلسل التاريخي بتاعها، ودي مهمه جدا لحفظ الملكيات مثلا. هنروح طبعا للجزئيه دي بتفاصيلها، لكن يعني خلينا نقول ان ده تاني اقدم بالزبط. دار على مستوى العالم، على مستوى كله العالم، وهو الاقدم على المستوى العربي والافريقي. حقيقي. يا دكتور شريف، حقيقي. طب الدار ده لما انشئ في بداياته، الدور الاساسي اللي كان منوط بيه في الاول خالص كان ايه؟ محمد علي باشا كان دايما سباق في المشروعات بتاعته، سواء مشروعات هندسيه او زراعيه أو لمشروعات الري، فكان ده أحد المشروعات اللي هو فكر فيها زي يوثق ويحفظ تاريخ مصر في الوقت ده. في الوقت ده كان ابتدى مشروعات زراعية مثلا زي القناطر وزي الترع وزي مشروعات الري، الناتج عنها نبقى في ملكيات زراعية جديدة وفي توسع زراعي ضخم جدا في الوقت ده. فكان بالتوازي مع كده لازم نحتفظ بالملكيات بتاعت الأراضي الزراعية دي، ونبتدي نشوف التسلسل التاريخي بتاعها، مين بيورث مين ومين بيبيع لمين. فالحقيقة كان سجل تاريخي ده اللي محمد علي باشا فكر فيه، وحتى لما جه يختار المكان هنا اختاره كجزء من المكان بتاع القلعة، قلعة صلاح الدين اللي هي كانت مقر الحكم بتاع محمد علي باشا. وعشان كده الجزء الأول من الدار أنشئ سنة 1829 كان مواجه لقلعة صلاح الدين أو لمقر الحكم بتاع محمد علي. الجزء الثاني اللي تم إنشاؤه 1935 في عهد الملك فؤاد كان مواجه للقاهرة الخديوية والشارع محمد علي، وده كان حتى بيعكس انتقال مقر الحكم من القلعة للقاهرة الخديوية أو لوسط البلد اللي احنا بنسميها دلوقتي. مع الوقت الجزئين بقوا مكان واحد. طب عدد الوثائق اللي بتحتويها الدار تقريبا قد ايه؟ وايه اهم الوثائق النادره اللي ممكن تدينا فكره عنها يا دكتور شريف؟ عندنا حوالي 150 مليون وثيقه، وده عدد ضخم جدا جدا. 150 مليون وثيقه موجوده هنا بالظبط، بتشمل جميع احكام المحاكم المصريه من اول ما الحكم طلع، المعاهدات الدبلوماسيه بين مصر والدول الاجنبيه عشان تبادل السفر والقناصل. عشان كده دايما هتلاقي حاجات بلغات بلغاري ولغات الماني ولغات انجليزي وفرنساوي وتركي بالزبط. صحيح. وكانت دايما بتعكس برضو اللغه الرسميه او اللغه الثانيه للحكومه المصريه، في وقت من الاوقات كانت هي اللغه الفرنسيه، فكان هنا معظمها بالفرنسي. بعد كده مع وجود الانجليز هنا كان في جزء منها انجليزي، فهتلاقي حاجات موجوده برضو. فعندنا شهادات الميلاد القديمه، عندنا الوقائع المصريه، ودي بتشمل جميع قرارات الحكومة المصرية من العهد الملكي لحد دلوقتي. الوقائع بتحفظ هنا ولا خلص، ولا ده كان في فترة معينة؟ في يعني كل فترة معينة تتجمع وبتجيلنا هنا. فبقى عندنا سجل كامل ليها، انما في تطور طبعا حصل دلوقتي، تطور رقمي برضو في الوقائع المصرية. فعندنا كمان الخرائط ده جزء مهم جدا التاريخية،
ولجنة التحكيم الدولية القومية اللي كانت شكلت عشان مشكلة طابة استغلت خريطة منها. عارفين ان طبعا هنا الدار كان ليها دور مهم في عودة طابة لينا. طب اهم الوثائق، هنروح لطابة، بس اهم الوثائق النادرة اللي ممكن نقول ان هي من الكنوز اللي موجودة هنا، هتلاقي حضرتك هنا مثلا السجل الوظيفي لأهم موظفي الحكومة المصرية. والموظفي ده يعني هتلاقي مثلا سعد باشا زغلول لما كان رئيس وزراء، فليه السجل الوظيفي بتاعه موجود هنا. هتلاقي شهادة ميلاد لتوفيق الحكيم موجودة هنا. عندنا سجل وظيفي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات. فعندنا حاجات تاريخية ضخمة وقيمة جدا، وده اللي برضو خلانا نفكر ان يبقى في جزء منها، زي ما عندنا جزء خدمي بيخدم الناس عشان الملكيات والتوريث والحاجات دي، انما كمان يبقى في جزء يخدم الباحثين. الباحث النهارده اللي عاوز يشوف الاحكام المحاكم المصريه من 100 و 150 سنه، اللي عاوز يطلع على بعض وثائق موظفي الحكومه المصريه، كبار موظفي الحكومه المصريه، فنعمل جزء زي عرض متحفي للوثائق النادره، وفي نفس الوقت يبقى متاح للدارسين والباحثين ان هو يدخل يطلع على الامور دي اللي هي تقدر تدي له فكرة أعمق عن تاريخ مصر في المجالات دي كلها. كلمنا فعلا بقى عن طابة دكتور شريف، يعني عودة طابة لأحضان مصر مرة تانية. دار المحفوظات كان ليها فضل ودور كبير الحقيقة في الموضوع ده، بسبب إيه؟ بسبب خريطة بالظبط، بسبب موجودة خريطة هنا؟ يعني هو تم معترف بيها دوليا طبعا، وإلا ما كانش التحكيم هيعترف بيها ولا إيه؟ ده حقيقي، يعني كان تم تشكيل لجنة قومية أياميها من كبار القانونيين والمتخصصين في القانون الدولي في مصر، وابتدوا يدرسوا. طبعا كان خدت سنين عشان نقدر، لان الموضوع داخل فيه تحكيم دولي، فكان لازم الدوكيومنتس او الوثائق اللي في ايدنا زي ما حضرتك بتقولي معترف بيها دوليا طبعاً وواضحه جدا. فلقينا هنا في دار المحفوظات خريطه موضح عليها حدود مصر بالتحديد وبالنقاط بتاعتها، وواضح جدا فيها ان طابة جزء من شبه جزيره سيناء ومن مصر، ودي اعتمد كانت احد الوثائق الرئيسيه اللي اعتمدت عليها اللجنه واللي ساعدتنا في إننا نحصل على الحكم ونستكمل بيها الأراضي بتاعتنا سنة 1989. ممتاز. خلينا نروح للنهارده، ايه اهم الـ الـ يعني خلينا نقول ايه ما تقدمه الدار للمواطنين في مصر؟ هنا في حاجة مهمة جدا اللي هي التوثيق العقاري والتوثيق الزراعي. النهارده اي حد عاوز يعرف الملكية الزراعية بتاعته، ودي مهمة جدا عشان التوريث مثلا، وعشان لو في نزاع امام المحاكم فهو لازم يرجع يشوف اصل الملكيه الزراعيه دي كانت موجوده سنه كام، مين الملك الاصلي، مين باع لمين، لغايه لما توصل له النهارده. فاي حد من المواطنين جاي عاوز يطلع وثيقه زي دي بيتوجه لدار المحفوظات هنا، بيقدم طلب بيقدر يحصل عليها بعد ما نتاكد طبعا ان هو الشخص اللي عن طريق الرقم القومي المفروض ياخد الوثيقه دي ويقدمها للمحكمه بعد كده، او يستغلها عشان التوريث والحاجه. الوثائق اللي موجوده هنا في الدار ليها نسخ في اماكن اخرى ولا هي لا؟ يعني هي معظمها الوثائق الاصليه الموجوده هنا الأصول. وده اللي هينقلنا بقى للجزء الثاني بتاع الرقمنه، ازاي نقدر نحافظ عليها ونحتفظ بيها. يبقى الاصل دايما هو اللي موجود هنا في دار المحفوظات بالزبط. هو ده المكان اللي فيه كل اصولات الوثائق اللي بتخص الدوله المصريه مزبوط. المواطنين كل شيء الحاجة. المواطنين والدوله المصريه طبعا. شهادات الميلاد حقيقي ان شهادات الميلاد لكل المصريين موجوده اصولها هنا في مظبوط، بس لغايه سنه 1960 بعد كده اتنقلت للسجل المدني وبقت تابع وزاره الداخليه. يعني اي حد موجود قبل سنه 1960 اصل شهاده الميلاد بتاعته بتكون موجوده هنا. مظبوط. ليه لغايه 1960 فقط؟ هل بسبب الساعه يعني مش الساعه بس، انما دي تبقى حاجات اداريات، يعني هي انتقلت الى مصلحه الاحوال المدنيه، ودي برضو كان فيها فكرة ان ازاي نربط قواعد البيانات ببعضها يعني والتسهيل على الناس في الوقت ده، لان مصلحة الاحوال المدنية ليها فروع في جميع على مستوى الجمهورية في جميع المناطق، فكان اسهل للمواطن ان يتوجه لهناك بدل ما يجي كلهم لدار المحفوظات هنا. انما مع التطوير الجديد دار المحفوظات هيقدر ياخد الوثيقة بتاعته رقميا من اي مكان في مصر بعد كده. طب صحيح كمان شهادات النجاح بقى الدراسيه يعني بالزبط. الخاصه بالمواطنين برضو موجوده هنا؟ موجوده هنا بالكامل، ومن اول مكان فيه نظام تعليمي في مصر عندنا هنا الوثائق الاصليه والشهادات التعليميه اذا كانت مدارس او جامعات، موجود برضو الاصول بتاعتها هنا وفي سجل كامل ليها. ودي برضو ثروه يعني طبعاً. ثقافيه كبيره يعني. ودي لحد امتى؟ لحد سنه يعني دي دوريا برضو زي احكام يعني المحاكم الى الان بالظبط. طب بتجمع وبتيجي هنا. الرسوم مقابل تلك الخدمات بتبقى عاملة ازاي؟ يعني في متناول المواطن العادي؟ لا جدا، يعني رسوم بسيطة جدا غير مبالغ فيها بالجنيهات يعني ما هيش بالمئات حتى يعني.
كلمنا فعلا حياتك ذكرت دكتور شريف الملكيات الزراعية. قول لي لأي مدى دي مهمة فكرة الملكية الزراعية؟ خلينا برضو نوضحها أكتر للمواطنين، ليه مهم أن الأصول تكون موجودة هنا في الدار ومحفوظة هنا؟ الملكية الزراعية دايما كان زي ما قلت لحضرتك محمد علي باشا هو اللي ابتدى مشروعات الري، فدي كانت بداية ثورة زراعية كبيرة في مصر، حصل توسع زراعي في الوقت ده. التوسع الثاني ظهر بعد السد العالي لما اتنقلنا من نظام ري إلى نظام ري آخر، قدرنا فيه ان احنا نظبط نظام المحاصيل بتاعتنا، يبقى عندنا نظام زراعي مستقر لحد كبير. الانتشار بتاع المواطنين دايما هنا كان دايما حوالين وادي النيل، عشان هي دي الارض الزراعيه او الارض قابله للزراعه، الناس بتعيش دايما حوالين النيل حقيقي. يعني زائد ان في ثقافه عند الانسان المصري دايما الارض عنده لها قيمه عاليه جدا، صح، وبيعتبرها جزء من الكرامه بتاعته وجزء من الارث العائلي بتاعه يعني. فدايما بيحاول يحافظ عليها ويورثها لاولاده، وحتى البيع بتاعها ما يبقاش بيع بسهوله ان هو يفرض في ارضه الزراعيه. فعشان كده دايما لما بيحصل مش لازم يكون نزاع قضائي، انما حتى بيع وشراء توريث بين اكتر من مورث، فدايما بيتجهوا لهنا. بنقدر نطلع السجل الزراعي كله، نقول البدايه كانت عند مين، مين الملك الاصلي، الملك الاصلي هل احتفظ بيها ورثها ولا باعها لحد تاني، والحد التاني ده باع للتالت، والتالت ورث لمين. فهنا التسلسل ده مهم جدا، وده مش موجود في بلاد كتير بالمناسبه يعني، انما ده تاريخ لمصر الزراعيه زي ما احنا بنقول، وموازي لتاريخ الثروه العقاريه برضو في مصر. الثروه العقاريه برضو فيها التسلسل التاريخي للملكيات العقاريه، وبرضو المستندات دي موجوده هنا، موجوده في هنا، وده يمكن كان احد الاسباب ان تبقى الضرائب العقاريه هي المسؤوله عن اداره دار المحفوظات، على اساس ان فيها الثروه العقاريه او تاريخ الثروه العقاريه المصريه للافراد وللدوله كمان كحكومه يعني. ممتاز. طب موقع الدار كمان يا دكتور شريف، يعني الى اي مدى الموقع كان مهم في الحفاظ على الوثائق المهمه، في حمايتها من النهب، حمايتها من اثار التغيرات المناخيه الجو؟ الحقيقي ده كان موضوع مهم جدا لما محمد علي باشا اختار الموقع ده، كان موقع عبقري الحقيقه، منه انه يبقى جزء من الجزء السور بتاع القلعه فيبقى مؤمن، الجزء الثاني ان هو يكون ارتفاعه عن الارض الطبيعيه، ان هو مبني على مرتفع فده بيبعده عن الرطوبه والعوامل الجويه، بيوفر مجال او مناخ احسن لحفظ الوثائق. وبالمناسبه هو ده تم بعد ما حصل حريق في الوثائق الدوله المصريه قبل انشاء الدار بحوالي 10 سنين، فهنا نشات الفكره ازاي نعمل مكان، او محمد علي باشا يعمل مكان مؤمن يقدر يحتفظ بيه بالوثائق دي ونقدر نرجع لها في اي وقت تاني. فوجودها داخل مقر الحكم كان ليه اثر مادي واثر معنوي كمان في الحفاظ على الوثائق دي، زائد الارتفاع بتاعها عن الارض وبنائها على هضبه عاليه شويه ساهم في ان احنا نحصل او نحتفظ بالوثائق دي لغايه النهارده. خلينا ننتقل للتحول الرقمي دكتور شريف، ولاقول كلمنا عن محاور تنفيذ مشروع رقمنه الوثائق المهمه اللي موجوده هنا في دار المحفوظات. ده توجه للسيد رئيس الجمهوريه على مستوى الدوله كله ان يحصل تحول رقمي للدوله. جزء منها هو دار المحفوظات هنا، لان هي اللي فيها الوثائق اللي هنبتدي بقى منها التسلسل التاريخي للدوله المصريه، فيها حفظ حقوق الافراد من ناحيه وحفظ حقوق الدوله من ناحيه الثانيه. والتحول الرقمي هنا مش بنقصد بيه بس ان المستند الورقي يتعمل له سكاننج ويتحول لمستند رقمي. بنقصد ايه؟ ده جزء منه، ده البدايه. ان الورقه دي ممكن تتلف مع الوقت، ممكن تتسرق، ممكن أكيد يتم تزويرها كمان طبعا لغرض او لاخر يعني. انما النهارده لما بتحفظ رقميا هي بتتحول لمستند رقمي موجود على الشبكه عندنا. المستند الرقمي ده هيكون سهل جدا التداول بتاعه. النهارده لو واحد جاي من اسوان مثلا وعاوز ياخد حاجه تخص الملكيه الزراعيه بتاعته، بدل ما بيجي من هنا هيبقى عندنا منفذ موجود في مدينه اسوان، هيقدر ياخد منه نسخه الكترونيه على طول من الوثيقه بتاعته. الاهم من كده ان احنا النهارده بنربط قواعد البيانات دي ببعضها، لما دخل كل الوثائق دي الكترونيا فانا هنا ربطت الملكيه الزراعيه بشهادات الميلاد بالرقم القومي الحالي. الامور دي بنسميها تحليل البيانات. تحليل البيانات ده هيكشف اي تزوير في اي حاجه الكترونيا، لانه هيبين هنا مع التوريث مثلا ان قد تكون الوثيقه دي مزوره، فهي هتظهرها فورا. هنا انا بحفظ للفرد حقوقه الماديه وحقوقه في الارض الزراعيه وفي الملكيات العقاريه بتاعته، وبحفظ كمان للدوله حقوقها عشان ما حدش يتعدى عليها زي ما كان بيحصل زمان. ممتاز. طب عايزك تكلمني دكتور عن تنفيذ المشروع في الوقت الحالي وصل لفين، واهم الوثائق اللي هيتم رقمنتها هنا في الدار.
احنا ابتدينا فعلا من اكتر من 5 سنين عمليه الرقمنه، وكان حتى بالتعاون مع مكتبه اسكندريه لان هي كانت من الهيئات الرائده في عمليه الرقمنه هنا، وخلصنا حوالي 2.5 مليون وثيقه. مشينا بالتوازي فيها مع الجزء اللي اتكلمنا عليه اللي هو الجزء التاريخي والثقافي، اذا كان عندنا وثائق نادره فيها جزء الاول انا ارمم الوثيقه دي بحيث انها تكون قابله يعني او امنع عنها التلف، ونمره 2 ان انا ادخلها الكترونيا على شبكه المعلومات عندي فتكون جاهزه انها تتعرض بعد كده وان انا اقدر ارجع لها في اي وقت ومن اي مكان، واحتفظ بيها الجزء اللي كنت حضرتك قلتي عليه بنسخ ثانيه، يبقى عندي نسخه الكترونيه سهل جدا ان انا اطبع منها نسخه ثانيه او ارجع لها بدون ما اضطر اطلع النسخ الورقيه الاصليه اللي هي الفاليو بتاعها عالي جدا وقد تتعرض للتلف او للحاجات دي. عدد العاملين على هذا المشروع قد ايه؟ وهل بتستعينوا بخبرات من خارج الدار كمان ولا لا؟ طبعا يعني عدد النهارده اكتر من 100 فرد، عندنا مجموعه من الشباب يمكن بيشتغلوا النهارده في الحاجات دي، تم تدريبهم على اعلى مستوى، وفي الفتره اللي جايه كمان هيكون في اكتر عدد اكبر عشان نقدر ان احنا ننتهي من العدد الضخم من الوثائق ده. استعنا بمكتبه اسكندريه، النهارده بنستعين كمان بجميع الخبرات. دار المحفوظات في الاخر مكان تاريخي بيهم جميع المصريين والاجانب كمان، لان هو فيه تاريخ مصر وتاريخ المنطقه ككل في الفتره دي. كلمنا كمان دكتور شريف بعد اذنك عن الدور اللي بيقوم بيه المرممين لانقاذ يعني الوثائق اللي كانت مهدده للتلف او لان هي يعني تضيع او ما تبقاش بنفس خلينا نقول ايه، ما تبقاش محافظه على نفسها بنفس الشكل اللي كانت عليه. ده دور مهم جدا لان زي ما قلنا مع بعض الوثائق بترجع لاكثر من 200 سنه النهارده في بعضها، فطبعا مع الظروف الجوية ومع الوقت الكتير اللي مر عليها قد تتعرض للتلف، فعندنا مجموعة من الخبراء بقى في الترميم هتشوفيهم حضرتك في الجولة اللي جاية بيقدروا بالظبط ازاي يرمم الوثيقة بس بدون ما يفقدها قيمتها التاريخية، ودي نقطة مهمة جدا لان سهل جدا اديها لحد يقدر يصلحها لي بس تفقد قيمتها التاريخية بالكامل، انما عندنا المجلدات القديمة، عندنا الخرائط القديمة، الوثائق التاريخية، دول بيتعاملوا معاها بدقة وبحرص بالغ بحيث يقدر يرممها بدون ما تفقد القيمة التاريخية بتاعتها، وتبقى قابلة كمان انها يتعمل لها رقمنة وتدخل على الأجهزة بحيث ما تتلفش نتيجة الرقمنة او مشروع الرقمنة اللي احنا شغالين عليه. ممتاز. وهل تكون يعني الوثائق دي متاحة موجودة على الانترنت وده دوره ايه فعلا في الحفاظ على التاريخ المصري يا دكتور شريف؟ ده دور مهم جدا، يعني احنا كان عندنا بالمناسبة مجموعة اكتر من الوثائق دي كانت بس كانت وثائق ثقافية، ودي زي مثلا المخطوطات القديمة ودي انتقلت دار الوثائق القومية. النهارده دار المحفوظات هي التاريخ الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي والتاريخ القانوني لمصر كمان، فالنهارده اي دارس عاوز يعرف تواريخ الاحكام المصريه، تواريخ موازنات مصر كلها الموجوده من عصر محمد علي لغايه النهارده وبالتفصيل، عندنا رخص مثلا للمحلات العربيات الكارو اللي كانت بتمشي زمان، كل دي مرخصه وليها وثائق موجوده هنا، فده كنز تاريخي لاي باحث او اي فرد حتى مننا يكون عنده شغف بالتاريخ المصري في الوقت ده. وده اللي احنا بنحرص ان مع انتهاء مشروع الرقمنه يكون في موقع الكتروني بتتاح عليه معظم الوثائق دي بحيث اي باحث تاريخي واي مواطن عادي يقدر يدخل ويعرف ويشوف كميه الوثائق اللي عندنا اللي هي اي بلد ممكن تفخر بجزء منها مش بالعدد الضخم كمان اللي عندنا ده. هل في جزء انتهينا منه فعلا من رقمنته موجود بالفعل على الانترنت؟ لسه يعني في جزء انتهينا منه انما احنا في اطار باذن الله ان احنا نبتدي ندخله على الانترنت. ايه اول يعني خلينا نقول هتكون في اي مجالات يعني مثلا الوثائق اللي هتبتدي تكون موجوده على الانترنت في الاول؟ في حاجات تخص مثلا المباني الاثريه الموجوده في مصر هنا، فعندنا الملكيات بتاعتها وبنستعين هنا كمان ببعض الرسومات الموجوده ليها والتصميمات، بحيث عندنا زي القاهره الخديويه مثلا، القاهره الخديويه ده كنز وحتى في توجه رئاسي دايما في اطار تطوير القاهره بالاهتمام بالقاهره الخديويه، الشوارع اللي تم انشائها في القرن 19 واوائل القرن 20، المباني اللي تم انشائها عندنا ثروه ضخمه جدا منها، فده جزء من الحاجات اللي تمت بالفعل وهتبتدي باذن الله بيها انها تتعرض قريب ان شاء الله. احنا ممكن نقول ان الدار دي يعني هي واحدة من أدوات الدولة للحفاظ على الأمن القومي، لأن حضرتك لسه لما كنت بتقول لنا موضوع طابة مثلا قد كده الوثائق اللي هنا مهمة في تحديد مصير مصر، يعني في قضية زي قضية طابة وغيرها طبعا بالتأكيد، يعني ممكن نقول إنه دي واحدة من أدوات الحفاظ على الدولة 100%، ومش بالخرائط بس، يعني كان في طابة استعنا بالخرائط، إنما عندنا الاتفاقيات الدولية اللي بين مصر وجميع دول العالم اللي تمت قبل كده،
وده مرجع مهم جدا لو حصل لا قدر اي خلاف بيننا وبين اي دوله، ان احنا نرجع لاصول الاتفاقيات الموجوده دي، وبنرجع للخرائط التاريخيه وبنقدر نثبت حقوقنا فيها بالطرق القانونيه وطرق التحكيم والحاجات دي. فهي فعلا ثروه قوميه موجوده هنا، وعشان كده التوجه احنا نحافظ عليها، ومهمه جدا في يعني مهمه وطنيا ومهمه قانونيا ان احنا نحتفظ بالوثائق دي وتفهرس كمان وتبقى سهل الوصول ليها، وكل ده في اطار مشروع الرقمنه اللي هو شغالي. المشروع الخاص طبعا، مشروع الرقمنه مصر الرقميه، الجزئيه الخاصه بدار المحفوظات، حضرتك قلت لي في البدايه ان احنا عندنا هنا حوالي 150 مليون وثيقه. مزبوط. اكيد مش كله هيتم رقمنته يعني. بالزبط. لكن يعني التارجت قد ايه الهدف؟ لا يعني احنا ان شاء الله التارجت بتاعنا دايما ان احنا نقدر نخلص كله، انما في اولويات. دول محتاجين زمن. بالزبط. يعني بالزبط. لكن الاولويه ان احنا نخلص قد ايه في قد ايه. الاولويه بتاعتنا النهارده الجزء القانوني والقومي اللي هو يهم الدوله المصريه، والجزء الثاني الفردي اللي هو يهم المواطن العادي، ان انا النهارده اماكن جميع الملكيات التاريخيه سواء بالنسبه للارض الزراعيه او للملكيات العقاريه وشهادات الميلاد والمواريث، لان دي النهارده اللي عليها طلب يومي من جميع المواطنين، فدي لازم نسهل لهم الحصول على الخدمه دي. الرقمنه هتساعد قوي انها نوصلها بثمن معقول وبكواليتي او يعني بطريقه جوده جيده ونوصلها للمواطن في مكانه بدل ما هنتعبه ويجي من اي مدينه على القاهره عشان ياخدها. فده هيكون الاولويه الاولى كمان هو خدمه المواطن العادي عن طريق تقديم الخدمات دي الكترونيا ليه بدل ما تتقدم ورقيا النهارده ان شاء الله. دكتور شريف حازم مستشار وزير الماليه، بشكرك جدا على وقتك، وبشكرك على ان احنا موجودين النهارده هنا، يعني مجهوداتك معانا. شكرا ليك يا فندم. جدا. هنروح دلوقتي نعمل جوله وناخد الساده المشاهدين دلوقتي في جوله داخل دار المحفوظات، نعرف منها فعلا مشروع الرقمنه ماشي لحد فين مع العاملين على هذا المشروع. موجودين يا دكتور في المكان اللي بيحصل فيه الرقمنه والميكنه. بالزبط. مش كده؟ مظبوط مظبوط. دول حاجتين. دي هنا ملف تبع وزاره الاشغال العموميه مختص بالتليجرام او اللي كانوا التليفون في محافظه بورسعيد سنه 1905، وموجود فيه الخريطه اللي بيشتغلوا عليها والوثائق او المستندات الرسميه بتاعه وزاره الاشغال اللي شغالين عليها. اوكي. الملف ده 1899 قريه غزاله في السنبلاوين ده اهليه، بيبين الأطيان الزراعية أو المكلفات الزراعية زي ما بيقولوا، وبيبان فيها بقى التسلسل التاريخي بتاعها. الباشمهندس هنا بيبتدي أنه بيعمل المراجعة التاريخية والمراجعة الإدارية للملفات دي، وبيبتدي يطلع من هنا يروح على بقية أقسام الرقمنة بحيث أنه هو يتأكدوا من صحة الوثائق دي، يبتدي إذا كان فيها ترميم يترمم، بعد كده تدخل على الرقمنة، وبعد الرقمنة بترجع له تاني هنا برضو عشان زيادة تأكيد ان الوثيقه اللي تم رقمنتها ما حصلش فيها اي تعديلات او اي حاجه. هايل، ممتاز. احنا فين هنا يا دكتور؟ هنا دي المرحله الثانيه اللي بعد ما خلصنا المرحله الاولى في الرقمنه. دخلنا هنا بقى على مرحله السكاننج. أوكي. او ازاي احول الوثيقه الورقيه الى وثيقه رقميه. المهندس احمد بقى يقدر. تمام، قول لنا بقى هنا ايه اللي بيحصل يا باشمهندس؟ بعد تمام المرحله الاولى بيبدا المرحله الثانيه الموضوعات اللي هي ارشيفنج، ان انا بحول الصوره من ورقيه يعني. من ورقيه لصوره ديجيتال على 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 الاجهزه. فاول حاجه بتتعمل ليها سكان على حسب طبيعه كل ورقه وحجمها ايه. اوكي. بتتصور هنا؟ تصور هنا يا فندم. اه. ويبدا تروح للاجهزه تتعمل عليها معالجه. يعني بتتصور هنا وبترسل للكمبيوتر. الكمبيوتر. ها. وتتعمل عليها معالجه لو فيها شويه شوائب اصلا في الورق من بره. بيبدا يظبطها بحيث تبقى وثيقه تنفع تقريها. باقي الداتا بيعمل معالجه للصوره. بتحط عليه بعد كده ميتا داتا للجزء اللي جوه الموجود زي اسم العنوان الموضوع نفسه. الموضوع نفسه نسبه. وكده بقت موجوده على الكمبيوتر. الكمبيوتر كده كده في نسخه ورقيه موجوده في الحفظ في المخازن، وفي نسخه موجوده على اجهزه وعلى الارقام جوه الاجهزه. ممتاز. ونسخه معرفه كمان، يعني موضوع اقدر اوصل لها عشان بسهولة عشان استعلام عليها. استعلام عليها هي عنوان نقدر نوصل لها من خلاله يعني. ورقم. مرقمة كمان. مرقمة ومعنونة. ممتاز. طيب احنا بعد كده هنروح بقى فين؟ على الترميم، بحيث انه لو في اي ورقة محتاجة ترميم بيتم ترميمها. بيتم ترميمها قبل موضوع الاسكان بتاعها. اوكي، احنا هنروح نشوف ايه اللي بيحصل في الترميم. اتفضل يا فندم. تمام، اتفضل. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا باشمهندس. موجودين
بقى دلوقتي فين؟ وطبعا احنا معانا الاستاذ ناجي السرجاني وهو المشرف العام على دار المحفوظات. احنا فين دلوقتي يا دكتور شريف؟ هنا قسم الترميم بيبتدي بقى يجي المستند او الدفتر هنا. أوكي. حسب الحاله اللي هو فيها هتشوفي حاجات، مثلا ده دفتر مواليد واضح ووفيات، واضح ان الورق متهالك جدا طبعا. من سنه 1898 مواليد ووفيات الدفتر ده، يعني بقاله النهارده حوالي 122 سنه. فتاريخ طبعا الاستاذ فريد كويس ان الحاجات دي موجوده طبعا. طبعا لسه طبعا يعني. تاريخ يعني لكن في عوامل الزمن باين عليها الاستاذ فريد والاستاذ محمد من كبار المرممين هنا، بقى لهم عمر كبير وخبره ضخمه في مع كلهم الموجودين، كل اخواتنا اللي هنا. اهلا وسهلا. وهيوروا حضرتك الاستاذ ناجي بقى يشرح لنا اتفضل. ازاي بندخل بنتنقل من المرحله دي لمرحله التجليد النهائي. اتفضل يا استاذ ناجي. ده حضرتك الدفتر اول ما بيجي لنا في الورشه هنا اهو، بيجي طبعا غير مرتب الصفحات. الاستاذ فريد والاستاذ محمد بيشوفوا الصفحات بيسلسلوها بيرتبوها، وبعد كده بيشوفوا الورق اللي هو محتاج للترميم. طبعا الورق كله تقريبا، لان ده من 1800 متهالك كله، فكله بيحتاج للترميم. بعد ما بيخلص الترميم والترتيب طبعا بيتنقلوا الى التجليد، بينتقلوا الى مرحله التجليد. بعد كده بيخلصوا الدفتر، بيطلع بقى بعد كده الى الورشه بتاعه الرقمنه فوق، وبيشغلوا على الكمبيوتر، بيبداوا يدخلوا الدفاتر دي على الكمبيوتر. ممتاز. طيب استاذ فريد عايز يقول حاجه، لو ممكن بس نديله المايك. اتفضل يا استاذ فريد. حضرتك بيتسلسل كده، بيجي من المخزن حضرتك. بيتسلسل الاول، وربما يكون في ورقه لخبطة فوق او تحت. فيجب علي ان انا بسلسله وبرقمه، لو مش مترقم برقمه. بعد كده ببتدي افرده ورقه واحده، ورقه لو ما فيهوش حبر بفرده بالميه. اوكي. في حبر ما بجيش جنب منه بالميه عشان الحبر ما يسيلش، حافظ عليه نفس. بيبقى متهالك زي ما انت ساعتك شايفه كده. بياخد بقى فتره يعني شويه شويه على ما ربنا يسهله ونخلصه شغل ترميم، لان بيبقى مستهلك بنفس الطريقه دي، لان بقى له 124 سنه وفي دفاتر بقى لها 140 سنه نفس الثلاثة. ترميم بياخد مرحلة مرحلة. بعد كده حضرتك ممكن بقى نوريه حضرتك بعد ما يخلص ده كده، قبل ما يترمم. في عندنا بعد ما ترمم في نموذج بقى، بعد ما ورينا اللي بعد ما خلص يا استاذ فريد. ده نموذج ساعتك نفس تبقى الاصل. النموذج الاولاني بعد ما ترمم. ده ساعتك بعد ما باين طبعا، بعد ساعتك بعد ما ترمم. لا يعني حضرتك فرق كل الورق كبير يعني. خلاص بقى ورق ماسك نفسه. بالظبط. كل الورق ده ساعتك كان ناقص فاستكمل نفس الطريقه كده ساعتك. كل ده كان لمؤاخذه مستهلك وناقص. كل ده واخد ياباني. ياباني ده لما حضرتك تيجي تحطي على الاسم ما يبانش. بعد التطوير كان في الاول زمان ما لو حطينا ورقه على حاجه على كده الاسم يروح. كده بعد ما ده الياباني ده بيتحط يعني الاسم يبقى كامل، مع مثلا فريد رفاعي مجهود كبير طبعا. مجهود يعني. بياخد وقت ساعتك، غير بقى بيبقى مستهلك وكله تراب وبكتيريا وحاجات اللي انت حضرتك عارفها. بيتم المعالجه الكامله. المعالجه فيه بص نفس ده ناقص كل ساعات. بص فرق كبير طبعا. فرق كبير جدا ما بين النسخه الاولانيه وما بين ده. كل ده ساعات كان بيتنقل بقى من هنا لمرحله التجميل. ده برضه ما له 134 سنه غير ده. مده كبيره جدا. شكرا يا استاذ فريد، ربنا يخليك. انا بشكر حضرتك. ميرسي يا استاذ فريد. اتفضل يا استاذ ناجي. طيب بعد كده الخطوه اللي جايه بقى. شكرا يا استاذ محمد. الخطوه اللي جايه التجليد. بعد ما بيتم الترميم بيتنقل الى مرحله التجليد. بيجي العامل بيمسك الدفتر وبيقوم بتجليده. بس ده وبيقوم بتجليده على اساس ان هو خلاص اترتب وتسلسل والصفحات بقت كلها ما فيهاش اي شائبه ومتراجعه ومتظبطه. بيجي يتجلد هنا، بيتحط له الغلاف بتاعه على اساس ان هو بيستخدم بعد كده في اعلى مرحله الرقمنه، على الكمبيوتر. وبعد كده يروح يا دكتور شريف بقى الشغل ده كله يترقمن زي ما احنا شفنا ويتعمل على الكمبيوتر، وتبقى عندنا نسخه رقميه بخلاف النسخه الورقيه تماما. بالظبط. ونسخه متراجعه ومؤمنه ومرقمنه كمان عشان نقدر نوصل لها بسهوله عند اي طلب. يعني انا بشكركم طبعا جدا دكتور شريف حازم مستشار وزير الماليه. شكرا جزيلا لحضرتك وعلى الجوله دي. الحقيقه
يعني مجهود كبير موجود هنا، وكنوز الحقيقه من وثائق وخرائط واوراق مهمه للدوله المصريه موجوده منذ سنوات السنوات، يعني مئات السنوات. فطبعا كان مهم ان احنا نيجي ونشوف كل اللي بيحصل هنا، وان شاء الله عمليه الرقمنه تتم، يعني ربنا يعينكم عليها اكيد حجم كبير ان شاء الله، لكن ربنا يعينكم عليها. انا بشكركم جدا دكتور شريف واستاذ ناجي السرجاني طبعا مشرف عام على الدار، شكرا ليكم، وحقيقي يعني كانت جوله مهمه النهارده. شكر جدا. ودي كانت جولة المواجهة النهاردة من دار المحفوظات أو الدفتر خانة سابقا، المكان ده اللي موجود فيه أهم الوثائق والإصدارات الحكومية والخرائط الخاصة بالدولة المصرية منذ عام 1805 ولحد النهاردة. هذا المكان بيجري فيه الآن الإعداد أيضا لتحويل هذه المستندات والوثائق المهمة لوثائق رقمية في خطة أو في إطار خطة الدولة واستراتيجيتها للتحول لمصر الرقمية. كانت مواجهة النهاردة مهمة في هذا المكان، اطلعنا فيها على كل ما يجري من يعني مجهودات من أجل الرقمنة، وعرفنا فيها كمان إيه أهم الوثائق اللي موجودة داخل دار المحفوظات المصرية. أشوفكم إن شاء الله في مواجهة جديدة. إلى اللقاء.